ترد علي او اسالك انت بساعة قلت ارجعوا لي انا عندي قصه او موضوع اول شيء ما نقدر نفصل الذهني عن البدني، مستحيل تقدر تفصلهم، لانه اذا ما كنت بدني جيد فذهني ما راح تكون، لازم في توافق، لازم يكون توافق، لازم يكون اكو بالانس، لانه بدني من تتعب بدني فذهني ما تقدر، ما يصير عندك رياكشن صح، والرياكشن من يصير بطيء راح يصير في خلل بالمنظومه، وهذه صارت معايا. انا من رحت لهولندا، رحت بطل دوري في الغرافه وثاني افضل لاعب في اسيا، من رحت لعبت هناك عندي ديلي 5 ثواني اوف، وانا لاعب بطوله القارات، كان منتخب مصر واحنا لاعبين بطوله القارات، وانا في مباراه العراق واسبانيا راكض 12 كيلو ونص وتيمبو عالي، وطلعت من البطوله ورحت لهولندا، من رحت عملوا لي اختبار لياقه وسووا لي ودخلت مع المجموعه، طلع عندي ديلي ما يقارب 5 ثانيه، ال5 ثانيه هذه تفلش المجموعه، تفلش الفقر كثير 7 ثواني انا اجيب عليك جول. ليش؟ لانه احنا الرتم والتيمبو اللي كنا نلعب فيه يختلف عن التيمبو هناك، سرعه اتخاذ القرار تختلف، فانا لمده 6 شهور كانوا يدربوني تدريب خاص حتى انا اطور هذه الجزئيه. جزئيه كان في كان في هذا البيب فحص البيب هذا انا كنت اسويه بالشهر، اسويه مرتين حتى يشوفون مدى تطوري، فكان مخطط انه انا خلال 6 شهور حتى اندمج مع المجموعه، لكنه انا يعني اصرار وكذا دخلت بثلاث شهور، فالذهنيه ما تفصلها عن البدنيه، فلهذا السبب في فوارق بين اللاعب العربي واللاعب الاجنبي. اللاعب الاجنبي عنده سرعه اتخاذ القرار لانه حافظ 1 2 3، اللاعب العربي عنده الموهبه الفطريه والبدني فطريه. سبيب تمرين بدني، ها البيب تمرين بدني، بدني ذهني يعني بدني اكثر شيء، بدني بس بدني ذهني، لانه انت لو ما كنت بدني، لانه هو شنو كانت المشكله عندي ابو محمد، يعني المشكله مثلا احنا كنا مع المنظومه من يلعب الدبل باص انا كنت اشوف الكره ما اشوف اللاعب الخصم، فيصير عندي ديلي في اتخاذ القرار، لانه يكون نفسي جدا عالي، نفسي يكون جدا عالي، فالريكفري كان يصير عندي بطيء، فهم اشتغلوا على الذهني واشتغلوا على البدني واشتغلوا على انه انا كيف اكون مع المنظومه، اتحرك مع المنظومه. فجزء في هولندا ها ايش كثر تمرين؟ سنه ونص تقريبا. معناته ما اندمجت معاهم اندماج كلي. ما اندمجت بس اخذت انا بطل دوري، انا بطل دوري في ذاك الوقت. لكن فادك هذا في تجربتك؟ طبعا اعظم تجربه استفادت من عندها في حياتي، وتجربه مختلفه، ويعني لله الحمد، الحمد لله انا بطل دوري، يعني طلعت هناك بطل دوري. لما رحت طلعت وين رحت؟ طلعت من هولندا، رجعت لعبت بطوله اسيا 2011، وبعدين رجعت للوكره. رجعت للوكره معناته لما رجعت للوكره كنت انت متقدم عليهم 5 ثواني. اتفق. ولهذا السبب كان الوكره، يتذكر ابو محمد الوكره كان المركز قبل الاخير 5 نقاط، تذكرون ولا لا؟ جينا انا وانور ديبه، نعم جينا صرنا الرابع بالدوري، واخذنا كاس النجوم ايه؟ اخذنا ودخلنا 5 في المرحله الثانيه. ما يد لما تجي من دوري مثلا اقوى منك تجي هني، انت اللي رايح عنهم بلاس 5 مينت، لانه ظليت اتمرن نفس التمارين ابو جاسم. بس نشأت انا اسف يعني انت على يعني على خبرتك اللي انت مثلا اخذتها في هولندا وكذا، ما نقلتها مثلا حق القطريين او حق النادي اللي انت معاه؟ هل انت كنت بس اسير المدرب والجهاز الاداري، ولا لا تقولون لو سمحتوا احنا ترى يمكننا في هولندا نتدرب على هذه الجزئيه، هذه الجزئيه ممكن تنفعكم، هذه الجزئيه ممكن تساعد؟ يعني الحمد لله، يعني الحمد انا لله. مثلا جاني غوارديولا اعطاني يونس عل، يعني الحمد لله يجوز الاخوان اللي موجودين في نادي الوكره يعرفون ديبه، انور ديبه واحد من افضل المواهب اللي انا شفتها بحياتي، صح. من افضل المواهب، لكنه صعب تعمل عليه كنترول. من جينا احنا عملنا توليفه موجوده في الفريق، انور ديبه لاول مره بحياته يقعد يتمرن الصبح، كنت تاخذه وياي انا اروح نتمرن الصبح، في بعض اللاعبين كانوا يجون معانا، يعني وحدات تدريبيه زياده كنا موجودين مع الفريق. نقلت قدر ما اقدر انقله، لانه في الاخير انا تحت منظومه وكان عندي في مدرب وكان عندي، لكنه في المنتخب انا اقول لك في المنتخب في كثير اشياء انا نقلتها من خلال تجربتي الاوروبيه. وانا قبل مده ذكرت قلت انه الخلل انه انا رحت عمري 25 26 متاخر جدا، انا رحت هنا أنا كل شيء متوفر عندي، هناك كل شيء لازم انا اروح اجر واروح ادفع ورقه الماي هنا ماكو كل شيء، كل الامور سموث والحياه احمد الرواس. يا خالد هو المهم في هذا بين اللياقه البدنيه والذهن في حاجه اسمها الاعصاب. ما عليك انا معك الاعصاب،
انا ممكن اكبر مثل كريستيانو حاليا، عنده الذهن وعنده اللياقه البدنيه، لكن كل ما تكبر السن تقل الاوامر الاعصاب عندما تعطي العضله، هي الاعصاب اللي تحرك العضله في تنفيذ القرار السريع. كل ما كبرت بالسن تقل هذا. ذهنيا تبقى الان ذهنيا موجود كريستيانو وميسي، اللياقه البدنيه كلهم بيتدرب بدني عالي، بس الاعصاب، الاعصاب هي الحين انا باصي بعطي باص معناه حركة الاعصاب، الاعصاب يحرك العضله، هذا اللي يهتم في اوروبا، هم يهتموا في هذا القال. ذهنيا مهما كبرت في السن باقي، حتى لياقتي ممكن اركض لكن اعصابي تقل كل ما كبرت في السن، وبالتالي العضله ما تعطي الاوامر تتنفذ، وبالتالي تقل عندك المهاره، تقل عندك ما تقل. انا مثلا على سبيل المثال انت لعبه نشط من اللاعبين اللي ممكن يباصي لك كذا، هذا الحركه وهذا صعبه جدا في هذا السن، ممكن عنده دحين ذهنيه ونفسيه لكن ما يقدر، الاعصاب عشان يتلقاها بيتاخر وقت او حتى سواء بيجي له شد، لانه الاعصاب هي المحرك العضله اللي تعطي الاوامر سرعه، فاللياقه البدنيه ترفع قوه العضله مع اوامر الاعصاب الذهنيه. هذا حل فيزيائي، توافق العضلي العصبي، هذا بدون تشوفها بدون مدرسه طب، توافق العضلي العصبي تجاربي انا كشخص تقرب حتى يوم لعبت كوره سويه كبرت حصلتها من عندي، تقدر قد تكون صح مو غلط حطيتها عموما. يعطيك العافيه. لا حقيقه والله.